والا كان الهدف الاول لصالح اتحاد العاصمه. في الدقيقه 26 من الشوط الاول كادت الكره ان تغور عن طريق بن شرقي شباك الحارس قواوي. لقطه خطيره في اللقاء، اكثر خطوره من اللقطات الاخرى. فتح ناحيه بزاز مهلول، تدخل الدفاع، تبقى الكره عليه وفي ضربه الجزاء، ضربه جزاء امام مهلول لفريق سبيبة القبائل. اذا السيد بن نوزة يعلن عن ضربه الجزاء لفريق سبيبة القبائل، وتهتز المدرجات. شوف الاعاده، مهلول ينطلق ثم مره اخرى امام الحارس بزاير بن دحمان، يسجل يسجل بن دحمان هدف لشبيبة القبائل. الدقيقة 27 من الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء، بعد ما طبعا ضيع فريق اتحاد العاصمة لقطة جميلة جدا عن طريق بن شرقي. يعني يمد الكرة هذه لأشيو، يفتح أشيو ناحية بن شرقي وبورحلي، بورحلي وكاد يسجل الهدف الأول. جاد بورحلي لولا التدخل بتاع زفور. بهلول أمامه دغماني، دغماني وبهلول، الكرة ناحية راحو سليمان، يفتح وتدخل فتحين والحارس. الكرة لأشيو وبن دحماني فوق، هذه الكرة طويلة ناحية بهلول، بهلول أمامه فتحين وبزاز، والكرة خطيرة. دفاع اتحاد العاصمة، هدف ثاني لبزاز في الدقيقة 26 عن طريق بورحلي، بورحلي أمامه بن شرقي، يطرق بن شرقي داخل منطقة العمليات، أول هدف لصالح اتحاد العاصمة. هدف كان ممتاز بعد القوة والدفاع أو الانطلاقة بتاع بورحلي ناحية بن شرقي اللي يسجل هدف رائع ورائع جدا في مرمى الحارس داوود. كان بورحلي هو، والحكم بن نوزة راح يعلن من دون شك عن نهاية اللقاء بتفوق فريق شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف. لقاء في المستوى روح نظن يعني بعد الفترة الصعبة اللي مر بها الفريق، اللاعبين بداوا يسترجعوا على الإمكانية تاعهم، ورحنا اليوم شفناهم حقيقة يعني كان ظهروا يعني بوجه طيب، ظهروا بإمكانيات يعني لا بأس بها، خاصة يعني في المباراة تاع اليوم ضد فريق ثاني اللي نحترموه بزاف، فريق قوي. نظن يعني العموم يعني المباراة كانت صعبة بالنسبة للطرفين، ولو كان يعني الفريق تاع الشباب بديم هو اللي كان بادر يعني في الهجومات وكان متحكم في المباراة يعني منذ الانطلاقة إلى النهاية، كان بإمكاننا قلت لك نسجلوا الهدف الثالث، ولكن